داخل منطقة الجزاء الموريتاني، محاولة خطيرة والهدف، والهدف لمنتخب بوتسوانا، هدف عن طريق اللاعب كوبي باهت في دفاعات المرابطون، وهدف لمنتخب بوتسوانا. بس في كرة عرضية وراسية خطيرة، راسية خطيرة من تياكيتي، بسام لعب كرة ممتازة، راسية اسماعيل لضربة مرمى. يرجع للفريق الموريتاني، محاولة خطيرة، التعادل 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 للفريق الموريتاني. المنتخب الموريتاني عدل، هدف العودة عن طريق تياكيتي في مرة أولى قائم، ولكن في مرة ثانية الكرة تهوى اسماعيل تياكيتي. المنتخب الموريتاني يرجع للمباراة، متابعة في محلها من السبعة، تياكيتي عدل النتيجة 1-1. خسا إمارة الكرة، أداما أداما داخل منطقة، كنترول، أضرب أضرب، والحارس ترجع مرة أخرى للفريق البوتسواني. المنتخب الموريتاني خلص، كرة من جديد في ملعب بوتسوانا، خداها بسام 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 بسام، يمرر فرصة موريتاني، والهدف والهدف يضيع. كرة سداد الحسن عيد، توقفت عند الحارس دبي. بوتسوانا في الهوش، بوتسوانا في انطلاقة، محاولة خطيرة، والحارس والحارس ممتاز لسليمان إبراهيم، سليمان إبراهيم يتصدى الكرة كوبي. كرة داخل منطقة، بسام 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 يا بسام بسام، كان ممكن تمنح البسمة يا بسام. جالو جالو للحسن عيد، حسن عيد يمرر، هي 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 هي، ترتد بالكرة، مازالت خطيرة موريتانيا. الفريق الموريتاني الآن عن طريق كاميرا، كاميرا هجمة خطيرة، الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني يا موريتاني، الهدف الثاني موريتاني. اسماعيل تياكيتي يسجل الثنائية، تكلمت وقلت الأخطر تياكيتي، والأمل معلقة عليك يا السمعة. والصومالي صفر، نهاية مباراة موريتانيا بوتسوانا، الانتصار لموريتانيا 2-1 في موعد تاريخي، في لقاء تاريخي.